ويشار أن الانسحاب هذا جاء بعد الاتفاق المحافظة الحديثة. الشاحنين الرئيسيين الثلاثة ومراقبين الفارقة يلتزمون شهر جانبي الداخل بنيويورك من أجل الاجتماع مع أعضاء المجلس الأمني للاتفاق هذا عصبا لتعطي على كل اللي نتمنى من الله عز وجل أن تهتدي ترجع بلادنا إلى حالتها الأولى وتتطور وتتحسن ونعود إلى بلادنا ونجمعنا وأهالينا وأصدقاء احنا وكل من نحب. نتمنى من الله تعالى ان الحديده تتحرر ونرجع بلادنا افضل واحسن، لانه شايفين المأوى وشايفين كل شيء على الطبيعه ما يحتاج. نتمنى نرجع الى بلادنا سالمين غانمين سبب الحروب الذي حصلت في بلادنا. واحنا ناس مسلمين، هم ناس مسلمين مثلنا، وهم اخوان لنا واحنا اخوان لهم. ويعني نعلم احنا زي ما تقول احنا الان احنا معنا اطفال مشردين من مدارس، من تعليم، من اساتذه، من طلاب، من صحه. يعني احنا الان صرنا في ذا المكان زي ما ذي، يعني ما لنا احد الا الله سبحانه وتعالى، ثم فاعلنا الخير والمنظمات ذي الذي حب علينا في ذا المكان. ولكن نطلب احنا من اخواننا ونتمنى كل التمني نرجع الى بلادنا الى الى الى, إلى مناطق تهامه. من نحن مزارعين، من نحن اساتذه، من نحن كادر طبيه، من يعني من كل مكان. ونسال الله ربي ان يوفق علينا في بلادنا، نتمنى اليوم قبل بكره نروح بلادنا بسبب المعاناه الذي عانيناها.